Welcome everybody to my channel. Today we will complete our lesson for middle one about the periodic table of elements. Ok, let's do. First, we will talk about how to rotate the position of an element. مين ذا مودرن يعني ازاي احدد مكان عنصر في الايه في الجدول الدوري لو انا عارف الاتومت نمبر بتاعه ازاي اطلع مكانه بالظبط قال لك اول معلومه بيريود نمبر ايكوال نمبر اوف انرجي ليفل يعني عرفت مساوات الطاقه يبقى عرفت رقم البريود عرفت رقم البريود يبقى عرفت نمبر اوف انرجي ليفل دي تودي لدي طيب المعلومه الثانيه قالك جروب نمبر ايت نمبر اوف الكترونز ان ايه اوتر موست انرجي ليفل يعني لو عرفت اخر مستوى فيه كم الكترون يبقى هو ده رقم الجروب اخر مستوى فيه كم الكترون يبقى ده رقم الجروب طب نشوف كده الومنيوم 13 ده الاتوم نمبر 13 اعطاني معلومه واحده ان الاتوم نمبر 13 طب اعمل ايه نوزع دلالة على مونيم أي تو هذا المستوى الأول تو الثاني إيت والثالث كام سري طب يبقى وزعت على كام إنرجي ليفل سري إنرجي ليفل طب لو أنا عرفت نمبر أوف إنرجي ليفل يبقى أنا عرفت بيريود نمبر يبقى هو بيريود سري طب آخر رقم كام آخر مستوى فيه كام سري إلكترون يبقى ده رقم الجروب سري وأحط جنبها لتر إيه او الاسم دي 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 بس روتين يبقى انا كده ايه من توزيع عرفت مكانه طب نتاكد فين الالومنيوم اللي لي ثري عند الصف ايه التال بيريود ثري طب ان ايه لقى ام جي لقى اي ال اهو طيب الجروب بتاعه إيه؟ تام 13 اللي هي 3 ايه يبقى انا كده جبت المكان بتاعه من يعني غير جدول ولا حاجه من الاتوميك نمبر قدرت اعرف مكانه من غير ما يبقى جدول معايا طيب. ناخد واحد كمان فلورين F9 تابزعه to 7 يبقى كم energy level 2 يبقى الperiod 2 تاب اخر مستوى في تي 7 يبقى ده رقم ايه دروب الدروب يبقى او في دروب 7 ايه تاب نتأكد at the period 2 ادي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس ادي السابع ادي وصلت له هو موجود في ايه جروب 17 اللي هي 7 ايه يا حرام يبقى انا اقدر اطلع مكانه بسهوله حتى لو مش معايا الجدول طب العكس بقى جيب لي بيريود وجروب وقول لي هات نمبر واحد يقول لي صعب واحد تاني يقول لي سهل طب نشوف هو مش قلنا رقم البريود هو نمبر وفي انرجي ليفل يعني قال لي بريود 2 يبقى حامل حوالين النيون تو انرجي ليفل يبقى حامل مستويين طب ينفع اخش على المستوى الثاني قبل ما الاولاني يتملى ما ينفعش يبقى الاولاني يبقى مليان الاولاني بيتملى ب 2 طب الثاني اجيبه منين احط على مزاجي لا هو ضروب ايه زيرو معنى زيرو يعني اخر مستوى كامل والمستوى دلوقتي التاني يكمل بكام؟ يكمل بتمانية عشان ده المستوى التاني طيب عندي بقى اجمع بقى كل الايه الالكترون اللي بتلف دي تو بلاس ايت يطلع تاني يبقى الاتومك نمبر تاني تمام وادي مكانه في الجدول ادي ان انيون تن مكانه تو واخر واحد اللي هو دروب تمام هاي نضرب الصوديوم نضرب انت بقى بيريو تشري يبقى هعمل ايه تشري انرجي ليفل املى اول اتنين والتالت استنى اجيبه منين التالت من رقم الدروب قال لي 1 a ايه. يبقى انا احط فيه كام احط 1 يبقى 2 8 1 اجمع كله بقى يبقى تام 11 واطلعه اهو الصوديوم صوديوم 11 ادي بيريو 3 الصف الثالث اهو واول واحد في الصف اول واحد ايه جروب 1 ايه تمام يبقى اللي هي اتوميك نمبر 11 إيه. طيب نرجع بقى ايه على خدناه المره اللي فاتت الكالاي ميتال مكانها فين ام من اساميهم كده لسه قايلين ان ايه طب ممكن اعرف مكانه ازاي بص على اي واحد في الاتوميك نمبر بتاعه وزعه مثلا الصوديوم 11 لسه 11 يعني 2 8 1 يعني اخر واحد كام 1 يبقى جروب 1 اي ده انهي بلوك ده؟ اس بلوك يبقى ده مكانه قدرت اعرف معلومية واحد فيهم اوزعه واشوف الدنيا بتاعته ايه مكانه فين يبقى ده رقم الجروب او لو انت متذكر الكالاي ميتال انها في جروب 1 اي وقس بلوك على طول طب صفاتهم ايه دول بقى امم نفتكر مين انشط فيهم قال لك انشط واحد فيهم سيليوم يعني كل ما انزل لتحت كل ما امشي في الدروب الاقي النشاط بيزيد الاكتيفيتي انكريز قيمه الاكتيفيتي انكريز باي انكريزنج اتوميك نمبر فروم اب تو داون كل ما الاتوميك نمبر بيزيد هنا 1 هنا 3 11 وهكذا الاقي الايه كيميكال اكتيفيتي انكريز يعني النشاط الكيميائي قدرته على انه يتفاعل بتزيد يبقى انشط واحد اللي هو تحت سيبك من اف ار يبقى ايه سيليوم تمام طب المجموعة التانية الكالاين ايرث ميتال لو مش عارف مكانها هتوزع واحد فيهم وزع مجنيزيوم بريليوم وزع واحد وشوف طب واحد قال لي لا انا حافظ كان مكانها فين اخت الالكالاين ميتال على طول الشقة اللي جنبها يبقى دروبته ايه والاتنين في الاس بلوك الاتنين في العمارة اس تمام طب نشاطها ده ميتال وده ميتال تفتكر نشاطهم ايه شبه بعض جيومتر اكتيفيتي انتريز باي اتوميت نمبر طيب دول ميتال ودول ميتال طب ليه ما قالوش الاتنين نفس الحاجة ليه ألكلاين ايرث ميتال وده الكلاين ميتال فرقت في حتة ليه قالك ايه هما ده النشاط بيزيد من فوق لتحت وده برضو بيزيد من فوق لتحت وده ميتال وده ميتال لكن مين أنشط في المجموعتين؟ المجموعة الأولى كيمتي أتيفتي أوف ألكولاين إيرث ميتال للذان ميتال يعني المجموعة الأولى دي أنشط في التفاعل من المجموعة التانية طيب نيجي ليه؟ هالوجين فلورين تورين برومين أيودين الجامعة دول كانوا فين؟ اللي فات من المرة اللي فاتت كان في 7A ايه أو 17 يعني أنهي بلوت ده؟ مم مكانهم على اليمين يبقى دي بلوت اي نشاطهم بقى Decrease by Increasing Atomic Number يعني ايه؟ كل ما انا نازل كده الأتومك نمبر بيزيد لكن النشاط بتاعهم بيقل ال. يعني الفلورين أنشط من الكلورين كلورين أنشط من برومين برومين أنشط من أيودين كل واحد اللي فوق هو اللي أنشط. لكن مجموعتين بتوع المتر، كان اللي تحت هو اللي انشط. تمام؟ طب بالنسبه للاربعه دول بقى حالتهم ايه؟ سوليد ولا ليتويد ولا جاز؟ مم. تعرف حد فيهم ليتويد؟ عشان في اتنين في الدنيا بس هما اللي ليتويد. ميركوري والتاني مين؟ بورومين. فالبرومين ليتويد. طب سوليد مين في حاله صلبه؟ ايو دي. طب يبقى مين اللي جاز؟ مين اللي فاضل؟ فلورين فلورين تمام خلي بالنا من الحالة بتاعتهم دي هتفيدنا في النقطة اللي جاية شوية ملحوظات بقى إلكتوني كونفيدشن اوف موست متال اند 1 2 ثري إلكترون يعني قالك أعرف منين اذا كان ده ميتال ولا نون ميتال قالك بنجرب صفاته طيب أنا مش في إيدي معمل أجرب طب أعمل ايه؟ قالك خدها قاعدة كده وانت بتوزع تلاقيت إيه في الاخر 1 أو 2 أو 3 يبقى ده ميتال 1 أو 2 أو 3 يبقى ايه يبقى ده عيله ميتال طب لو 5 6 7 يبقى عيله نون ميتال ده كده الفلورين 9 طب جاء 2 7 ما دام اخره 7 يبقى ده نون ميتال الومنيوم اخره 3 يبقى ده ميتال طب سيمي ميتال كانت بي ايدنتيفايد from the number of electrons in their outer energy يعني بقى ايه? ما اعرف حكاية السيبي ميتال. بالتوزيع. لازم ابقى حافظ اساميهم. لازم ابقى حافظ اساميهم. لكن من توزيعهم لا. ولا في حبة منهم يبقوا تحت الاربعة. يعني عندهم في الاخر ممكن يبقى ايه سري تو. وفي حبة منهم يبقى عندهم فايف سيتس. انت متعرفش هم ميتَ ولا نان ميتال. فدول بقى بتحافظ باساميهم. elements in the same group are similar in chemical properties <applause> يعني ايه لما خدنا مثلا ايه من شويه اللي في جروب 1 ايه اللي هم الكالاي ميتال كلهم ليهم نفس الاسم لان كلهم ليهم نفس الصفات بتزيد من واحد للتاني لكن الصفات واحده متشابهين في الخواص ده اللي في نفس الدروب لكن اللي في نفس البريود مختلفين مثلا الومنيوم ده بريود 3 طب لو واحد تاني بريود 2 بس قالت نون ميتال هيبقى صفاتهم واحدة ده ميتا وده نون يبقى اللي في نفس البريود لا اللي في نفس الجروب هما اللي سيميلر ان كيميتال اكتيفيتي طب اشمعنى هما سيميلر عشان كلهم هتلاقيهم في ايه لو كلهم جروب 1 a يبقى عندهم في الاخر كام 1 الكترون لو جروب 2 a كلهم عندهم في الاخر 2 الكترون يبقى متشابهين ليه في الخواص عشان نفس عدد الالكترونات في اوتر موست انرجي ليفل الاقي ان الميتال الجنب ده اللي عنده في الاخر 1 او 2 او 3 هم دول المتر طب اللي عنده في الاخر 5 زي ايه مجموعه 15 16 17 دول نون متر طب نوبل جاز اقدر اعرفهم اه لان كلهم ايه في الاخر مكتمل لازم تكمل الغلاف بتاعهم ما بيتفعلوش يبقى انا كده قدرت اعرفهم من غير حاجه طب ايه الفالنسي بقى؟ الكترون اوف ذا لاست انرجي ليفل او فالانس الكترون يعني عدد الالكترونات اللي في الاخر دي بسميها بس فالانس بس مش هقول 1 2 3 بقى لا ليها نقطة كده لو اخره 1 بقول مونو فيلنت لو الفالانس بتاعه 2 داي فيلنت لو 3 تراي فيلنت تترا فيلنت بنتا فيلنت هيكسا فيلنت كلهم اخرهم فيلنت فانت احفظ المقطع الاولاني مونو داي تراي تترا بنتا هيكسا مونو داي تراي تطلع بنتا هكسا تمام هاي لويس ستراتش ايه لويس ستراتش ده ده حب يبسط الموضوع شويه فلا بدل ما ايه ما نرسم كده الاغلفه كلها لو عنده ثلاثة اغلفه اربعه بدل ما نرسم كل ده لا نرسم اخر مستوى فيه كام الكترون بسيبك من ايه من الحقيقه الاوانين طب نرسم اغلفها قالت لا دوت نقط يعني ليثيوم ده في جروب 1A يعني عنده في اخر مستوى 1 الكترون يبقى اعمل الLI الرمز بتاعه وعليه نقطه نقطه بقى يمين شمال المهم ايه في نقطه انا كده عرفت الناس ان عنده في الاخر 1 الكترون طب Be ما دام جروب 2A يبقى عنده 2 الكترون ده عنده 3 ده عنده 4 5 6 7 ده عنده 8 المهم ايه تعملهم بالشكل اللي يعجبك المهم يبقى ايه الدوت حواليه ده لو قال لك لويس ستراتش لو قال لك التون كونفيجريشن بتعمل ايه النيوتلس بتدي فيها بروتون تام ونيوترون تام وتعمل الاغلفه بره طب ركز بقى في النقطه اللي جايه دي عايز الفالنسي بتاع إيه ال اي امم هو عنده كام في الاخر 1 يبقى الفالنسي مونو ده ده طب بي اي عنده تو يبقى الفالنسي تو بس تو تتنطى ايه داي ايه طب بي مدام في تلاتة يبقى تراي طب فالنسي بتاع الكربون ها أه؟ تيترا بص بقى اللي جاية نيتروجين عنده كام عنده فايف مدام عنده فايف هنا بقى مش هقول فايف لا اعمل ايه فاضل كام عشان يبقى 8 فاضل كام عشان يبقوا 8 فاضل له كام فاضل له 3 يبقى ايه الفالنس بتاعه 3 تراي فيلنت مع ان ايه معلومه كده ان النيتروجين ساعات بيبقى 3 وساعات يبقى 5 بس احنا ايه هنشتغل على ايه 3 اللي هو تراي فيلنت طب اوكسجين ها اه؟ ما حدش يقول لي هيتسا فيلنت فاضل له كام ها اه؟ وعنده 6 يبقى فاضل له يبقى 2 دي تبقى داي فيلنت طب فلورين عنده 7 يبقى فاضل له واحد يبقى طب النيون مش فاضل له حاجه يبقى عنده فالانسي ما عندوش يبقى زيرو فانت خدها كده من 1 ل 4 ارقامه عادي لكن 5, 6, 7 بتعمل لهم ماينس بقى تشوف فاضل كام وتكتب اللي فاضل ده شيء بعض كده ونشوف الدنيا ايه عندي عيلة الميتال ال اي 3 ان اي 11 19 بوتاسيوم او لاحظت كده كلهم اخرهم كام 1 يبقى كلهم في جروب ايه 1 ايه وكلهم يبقى العيلة اسمها ايه الكالاي ميتال طب نشوف صفاته اتوميك راديوس يعني نصف القطر بمعنى كأن بجيب الذرة كده كأنها سيركل وبجيب نصف القطر يعني المسافة من نصها من المركز بتاعها ليه للأطراف بتاعتها ده اسمه radius بتتقاس بإيه؟ بي إم دي اختصار كلمة بي تو متر بي تو متر طب ليس 157 ده 191 يبقى اللي تفتكر اللي بعده إيه؟ عندي كام رقم بي تو متر في تلاتة أتوقع الرقم اللي هنا مين فيهم؟ 157 ولا 99 ولا 235 الرقم ده كده بيزيد يعني عايز رقم اكبر من ده مين الرقم اللي فيهم اللي اكبر من ده 235 هاي آه. نيدل الميلتينج بوينت ده ديت الانصهار بص على الارقام دي تفتت اللي هنا اكبر ولا اصغر الارقام كده بتزيد من تحت لفوق يبقى عايز هنا اكبر طب عندي ثلاث ارقام 883

تبقى طيب محصوره بين الرقمين دول طب 181 اخدناه يبقى اللي فاضله 883 طيب نيجي بقى لايه؟ لعيلة الهالوجين عندي كلهم اخرهم 7 كلهم 7 a ايه؟ كلهم هالوجين طب الاتوم راديوس نصف القطر الارقام دي كده ايه من تحت لفوق امم بتقل انا عايز الرقم اللي فوق يبقى اقل منهم طب احنا خدنا 230 5 فاضل رقم يا 99 يا yeah, 157 مين فيهم اقل من ده؟ 99 آي. ميلتنج معموله بويلنج mm. شو بقى كده اللي فاضل هل 34 ولا ها أه؟ هي نيجاتيف 34 أه. من الارقام دي بقى اللي احنا حطيناها ايه؟ يعني بتشغيل المخ كده عايز أعرف بقى الصفات بتاعتهم كده بيحصلها إيه مثلا أتومت راديوس وأنا إيه من فوق لتحت كده الارقام بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد يبقى كده إنتريز كل ما الأتومت نمبر يزيد كل ما أنزل في الدروب الأتومت راديوس إنتريز طب بالنسبة للعيلة التانية الهالوجين هل أتومت راديوس زي اللي فوق الارقام بتزيد؟ قال لكو... يبقى كل ما بنزل في الدروب. كل ما الاتوميك راديوس انتريل سواء ميتال هالوجين اللي هي تبع نون ميتال وانا وانا نازل في الجروب انتريل طب ميلتنج بوينت في عيلة الميتال الدرجات دي بيحصل لها ايه؟ بتقل هاي ميلتنج بوينت بالنسبة للهالوجين هل الأرقام كده بتقل ولا بتزيد؟ أكبر واحد ال 114 يبقى وانا طالع الارقام بتقل وانا طالع الارقام بتقل يبقى ايه الترتيب لو انا من الصغير للكبير يبقى من فوق لتحت طيب نيجي البويلينج بوينت الارقام هنا ايه بتاعت الميتال بتقل الكبير فوق وبتقل وانا نازل يبقى ايه من تحت لفوق لو عايز ارتبها من الصغير للكبير يبقى من تحت لفوق طب نيجي البويلينج بوينت بتاع هالوجين الأرقام بتزيد لحد تحت طول ما أنا نازل تحت الأرقام بتزيد طب لو أنت بصيت كده بتعمل مقارنة ما بين العيلتين دول هتلاقي إيه؟ الأرقام زي بعض لكن ميلتينج بوينت بيزيد من فين؟ من تحت لفوق يعني لو أنا نازل من فوق لتحت في الجروب يبقى الميلتينج بوينت بيحصلها بتقل كريل هل زيها في الهالوجين? لا العكس وانا نزل تحت الميلتين بوينت انكريز. طب البوينين بوينت ماشية مع الميلتين بوينت بتاع نفس العيلة. دي كده ايه? انكريز من تحت لفوق يعني من فوق لتحت كده بتقل. لكن دي من فوق لتحت بتزيد. تمام? خدها ايه قاعدة كده او ايه عشان ما في الهالوجين كله انكريز من فوق لتحت. وانت جاي من فوق ونازل لتحت كله انكريس واعكس بقى الكلام ده ايه على الايه ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت بالنسبه للمتر تمام يبقى الاتوميك راديوس باي انكريزن ان اتوميت نمبر الاتوميك راديوس بيحصل له ايه في الايه الكلام ده في الدروب وانت من فوق لتحت الاتوميك راديوس كان ايه ايه المنظر اهو اتوميك راديوس انكريز سواء ميتال مش ميتال انكريز طيب ميلتينج بوينت و بوينت اوف ميتال <noise> <مم> ،بينتريزنج أتوميك نمبر يعني إنتريزنج أتوميك نمبر يعني والأرقام دي بتزيد الأرقام دي بتزيد من ايه من فوق لتحت وأنا نازل في البريود في نفس الجروب طيب هل ميلتين و بيزيد معاها من فوق لتحت <noise> لا يبقى دي ايه دي تريز طب ميلتينج بوينت و بوينت بالنسبة للهالوجين برضو باين انتريجنج أتومات نمبر اتومات نمبر اللي الارقام تبقى ايه مكتوبه تحت وانا نازل كده هل الارقام دي بتنزل معاها اه بتنزل يعني كده ايه الارقام بتزيد الارقام بتزيد وانا نازل زي ايه الاوتوم ريدرز بتاعها يبقى كده انتريز <applause> اخر حاجه عايزين نشوف الحاله بتاعت العناصر دي لو عندي درجة حراره 25 تتوقع الحالة بتاعت العناصر دي سود ولا ليكويد ولا جاز؟ ليثيوم يحصل له ميلتين عند 181 ده عند 25 هل هيكون ساح؟ لا هو أنا عايز 181 عشان يسيح يبقى لو 25 حرارة الأوضة هيبقى سوليد تمام؟ أه نشوف البوتاسيوم كي ده ايه؟ نياسون مالتين عند ايه؟ سكيلتي 4 طب انا بقول 25 حراره 25 هل كده وصل درجه ان هو ينصهر؟ لا يبقى هو في حاله ايه؟ سوليد طب مين الكلورين؟ كلورين عايز نيجاتيف 101 سيليجيوس بي عند نيجاتيف 100 يعني تحت الصفر بمية درجه بيسيح لوحده طب أنا حطيته في الأوضة، الأوضة حرارتها خمسة وعشرين درجة يعني أعلى من الرقم ده ولا لأ؟ أعلى يعني دي بالنيجاتيف خلي بالك دي نيجاتيف يعني تحت الصفر فأنا حطيته في حرارة الأوضة خمسة وعشرين درجة دي فوق الصفر، هل هيفضل سوليد؟ لأ هينصهر طب هل وصل لحالة جاز؟ بص هنا الجاز نيجاتيف ثيرتي فور يعني ده انصهر وبقى ليكويد وكمان بقى غاز. وطار خلاص لو كل ده فين هو نيجاتيف هو تحت الصفر طب يبقى في حراره الاوضه هيبقى ايه هيبقى طار خلاص هيبقى ديل طب برومين أم برومين معروف ان ليكويد طب هل هيفضل ليكويد في الحراره دي البرومين بيحصل له ميلتين عند نيجاتيف 7 يعني بيفضل ليكويد من اول نيجاتيف يعني بيفضل ليكويد من اول نيجاتيف 7 طب عشان يبقى جاز محتاج لحد 59 طب انا 25 بس هل وصلت الى الحالة الغليان لا يبقى هيفضل ليكويد طب ايودين محتاج 114 عشان يتحول من سوليد لليكويد طب انا الحراره 25 ما وصلتش للدرجه دي يبقى هيفضل سوليد ولا هينصهر يفضل سوليد فانت ايه تحفظ ايه الحاله بتاعته احنا كنا قلنا ايه الايودين سوليد والبرومين ليكويد والكلورين والفلورين كانوا جاز وعلت الميتال كلهم سوليد فحراره الاوضه سوليد يعني احنا استنتجناها من غير من خلال الارقام اللي عندنا وخدها معلومه بقى كل الميتال سوليد في حراره الاوضه مش حرين في حته حديده في حراره الاوضه تسيح كلهم سوليد الهالوجين فيهم بقى سود ولت وبيرال بتحفظ مين ده ومين ده ومين ده تمام خلي بالنا راجع المعلومات دي اللي احنا استندناها وطلعناها راجع عليها كويس وتاخدها كانها ايه بقى معلومة مسلمة خلاص هي تحفظها بقى تمام وان شاء الله نلقاكم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته